اهلا اهلا، اهلا وسهلا. انت مين؟ انا عبد الرحمن شرف، خريج تربيه فنيه 2020. بدات يعني بالفن من 2015 مثلا. امتى عرفت ان انت عايز تبقى فنان؟ انا ما كنتش بحب صراحه، يعني انا ما كنتش بعرف ارسم اساسا، ما كنتش بحب فكره الفن. يعني انا كنت جيتارست، كنت بعزف جيتار وكده، بس ما كنتش يعني اللي هو كان هوايه يعني. فطبعا كان نفسي اكون في ادخل هندسه، فالموضوع ما حصلش. فالتنسيب او الحاجات دي، بس هو كان يعني الطريق الصح ليا يعني. بس فبدات اللي انا لقيت نفسي دخلت تربيه فنيه، الموضوع ابتديت بقى الشغف يزيد، واللي انا لقيت نفسي في المكان الصح يعني. الموضوع كان لذيذ قوي. بس فبدات بقى رحلتي من هنا. وهل واجهت صعوبات في ان انت تثبت نفسك، او ان انت مش تثبت نفسك، يعني ان انت تستمر في طبعا حالة الشغف ده؟ طبعا الموضوع كان صعب كمان، وفكرة اللي انتي تحاولي اللي انتي يبقى ليكي ستايل معين او اسلوب اللي انتي تعرفي تعبري اساسا عن اللي جواكي، الموضوع بيبقى محتاج طبعا مجهود جامد. والاستمرارية اللي انت ما ت... اللي هو ما تعملش مثلا المشاريع والحاجات اللي عليك وخلاص، واللي هو تخرج من الكلية، لا. يعني كان الموضوع مستمر معايا بصراحة. ايه اكتر، مش اكتر يعني، بس ايه ممكن يكون اثر عليك او اثر على اسلوب فنك؟ الفن المصري قديم، الفن المصري قديم والفن الشعبي عامة. انا كان ملفت قوي بالنسبه لي في لوحاتك الوانها، اوكي. الوانها او الالوان اللوحات اللي هنا، يعني الوانها قويه جدا، اوكي. فبتحب تستعمل الالوان في لوحاتك؟ ايوه طبعا بحب اعمل ده، و و بيبقى ليا باليتة معينة كده اللي هو بحب دايما استخدمها. إذا كان الحاجات الفاقعة، إذا كان الأحمر أو الأصفر، البرتقاني طبعا معلش يعني. بس عايزاك تكلمني عن أكتر لوحة حسيت بيها وحبيتها وقريبة منك. ممكن دلوقتي لوحة يوسف، لأن دي كانت أول لوحة بدأتها خالص. الموضوع طبعا بدأ معايا إن أنا لما حصلت الحرب، واللي انا ما كنتش عارف اعمل ايه يعني. الموضوع كان بالنسبه لي اللي انا مش عارف اذا كنت اكمل، يعني انا عايز اعمل حاجه بس مش عارف. فكانت اول قصه بالنسبه لي طبعا قصه يوسف، وقد ايه كانت مؤثره. فحبيت لما اعملها اكون حاسسها فعلا، يكون الموضوع صادق من جوايا. ايه الاحساس اللي كان بيملكك؟ يعني هل هو حزن، هل هو غضب، هل هو ايه نوع الاحساس اللي كان؟ هو كان ميكس فعلا ما بينهم، لان انا كنت متضايق، بس كان غضب طبعا. ان انا الموضوع كان صعب يعني، انا ابتديت اتحرك مثلا، وابتديت ان انا اعمل حاجات من بعد المستشفى المعمداني لما اتضربت، اللي هو ايه ده. وحسيت بايه بعد، يعني بعد ما شفت شغلك على يعني بعد الواحد جاله الشعور وطلع شغله على على الكانفا واللوحة، بعدها حسيت بإيه؟ هل حسيت إنه الشعور اتغير لحاجة تانية؟ بصراحة لا، لأن أنا ما كانش يعني ما كنتش بسعى إن أنا أرتاح، على قد ما كنت بسعى إن أنا اللي هو جات لي فكرة إن أنا عايز أخليهم موجودين، إن أنا أحاول أفكر توثيقية. بالظبط، أحاول دايما أفكر الناس بيهم، وأحاول إن أنا أخليهم يتكلموا عنهم. لدرجة إن أنا ما كنتش بنزل اللوحة بس، أنا كنت بيبقى فيه قصة بحاول إن أنا أعبر بيها، إزاي مثلا يوسف قبل ما يتقصف كان بيحس بإيه. كنت بحاول ادخل نفسي مكانهم، اللي هو بحاول ان انا يعني اتعمق قوي فيهم. فكنت بحاول قد ما اقدر ان انا اخلد ذكراهم، وان انا اخليهم دايما لسه موجودين، وان الناس دايما تفضل فاكرهم. هل حسيت ان انت نجحت انك تدي ال ما اقدرش اقول اه او لا، بس يعني باللي انا شفته الحمد لله، يعني الحمد لله ناس كتير طبعا شافتهم، وناس كتير تفاعلوا معاها. حتى مامة يوسف اساسا شافت برضو الرسمة وبسطت بيها. بس يعني اتبسطت اللي لقيت فيه تفاعل، ولقيت ان انا لا، انا المفروض اعمل اكتر، المفروض اعمل اكتر يعني. ايه اهمية الفن او الفن التشكيلي في تشكيل ثقافتنا؟ يعني من ناحية انه كمان دلوقتي التوحش الالكتروني اللي بيحصل، يعني البني ادم بيشوف حاجات كتير قوي 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 طول على مدار اليوم، ففين دور الفن التشكيلي في ده؟
أعتقد من وجهة نظري إن الفن التشكيلي هو يعني هو اللي بيحاكي اللي بيحصل حوالينا، بيبقى زي السبوت عامة. الفن اللي هو بيشوف مثلا حاجة ممكن أقدر أغير بيها، حاجة أقدر موضوع معين مثلا أقدر أتكلم فيه، فده أعتقد إن ده دور الفن يعني. اللي هو وكمان ميزة الفن اللي هو ملوش لغة يعني، ممكن أي حد يشوف لوحة فيفهمها، مش محتاجة اللي هي ان يعني تبقى بلغات او كده يعني. تفتكر صوت الفن التشكيلي له تأثير على إنسانيتنا؟ طبعا يعني ممكن يبقى زي ازاي يعني؟ انا من وجهة نظري اللي هو الفن قوي عامة، وطبعا الفن التشكيلي ممكن اللي هو ممكن اقدر اجسد حاجة، ممكن اعمل لوحة مثلا اخليكي تشوفي حاجة فاجسد بيها ده، فيبتدي الموضوع يتحرك عندك. نفس فكرة الأفلام برضو، فيلم ممكن أعمله بطريقة معينة أو حاجة معينة، فأبتدي اللي أنا يعني أغير من جواكي. بس هل عندك طريقة معينة إنك توصل للحظة الإبداع؟ في العملية الإبداعية لها خطة معينة بتحطها لنفسك؟ لا، هي بتبقى لوحديها كده. هي ممكن بس في لو أنا بكتب لازم أسمع ميوزك معينة، لازم أدخل نفسي في الجو لو في الكتابة، لكن لا في الرسم هي الفكرة على طول تقوم جاية. فيعني ممكن اقعد بقى عمال الف 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 لغاية بقى وانام، ممكن اصحى من نص اليوم مثلا او لا الفكرة جات لي. ف هل من نجاح الفن ان هو يجعل الرائي يحس بحاجة او يحس باللي انت عايز تقوله؟ اعتقد ان معظم يعني مش كل الناس هتدرك انت عايزة توصلي ايه او تقولي ايه، ممكن ناس ما تفهمش، بس الأغلبية يعني ده دايما بيبقى برضه حاطط ضغط كده تحت الفنان وهو بيعمل لوحة، اللي هو بيحاول على قد ما يقدر يوصل لكل الناس ويحاول يوصل شعوره، وفي نفس الوقت يبقى فيه كونسبت أو فيه حاجة فعلا قيمة يقدر يتكلم عنها، مش مجرد لوحة هعملها أو مجرد رسمة. لا، هي فعلا بتبقى وراها حاجات كتير قوي. هل في لحظة فقدت الأمل؟ طبعا كان بيجي فعلا يعني، كان بيجي لحظات كتير أو بالذات إن لما أنا مثلا الفن مش نافعني أو الأصوات دي يعني؟ حابة إن كلنا عارفين الأصوات دي. طبعا ما كانش بيجي لنا يعني. انا دايما يعني بحس ان الحمد لله، الحمد لله ربنا حاطط الحتة دي جوايا، ان انا دايما شايف حاجة حتى لو كل الناس حواليا مش شايفينها، بس انا عارف. بيجي طبعا لحظات ضعف، واللي هو من كتر ما انت بتعملي حاجات وممكن الناس ما تشوفهاش، ممكن ما تعرفيش اساسا تعرضيها، اشياء كتير كده، بس بيبقى اغلب الضغط حواليك اللي هو ما تشوف لك بقى شغلانة تانية، ما اعمل لك حاجة تانية مش بتاع بيأكل عيش. بالظبط. هي الفكرة اللي انت مش بتعمل ده عشان خاطر يعني مش ده. ف ايه معنى متعة الحياة بالنسبة لك؟ سؤال صعب أوي. أعتقد ممكن في الظروف اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، أعتقد المتعة الواحد ما يشوفش يعني، ما يشوفش الواحد بيشوفه دلوقتي، إن كل الناس تبقى عايشة في سلام، ما يبقاش في حروب. أعتقد يعني دي هتبقى أكتر حاجة، اللي هو ما يبقاش الواحد قاعد وفي أخ ليه في الناحية التانية بيموت لو أو في في حاجة حاجة. واحدة عايز تقولها للإنسانية أو تأثير أثر واحد تسيب أثر واحد أو صوت واحد عايز تقول إيه؟ يعني انا هحاول افهمك اللي في دماغي، بس انا دايما بستغرب او الموضوع بيبقى بالنسبه لي مختلف، اللي هو ازاي واحد بيبقى شايف فيه ظلم او فيه حاجه او اللي هو ماشي عليه ده غلط، وفي نفس الوقت بيعافر في ده او بي 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 بيأذي الناس لمجرد اللي هم بيحاولوا يسبورت ناس تانية. يعني ليه مثلا انا كشخص عارف ان انا غلط، لا انا اقعد اذيك واعرف واقعد اعمل ده لمجرد ان انت بتدافع عن الحق، لمجرد ان انت بتقول كلمه، لمجرد ان انت بتطلع مثلا تقول رايك بكل سلميه بكل حاجه. فده بالنسبه لي دول مجردين الانسانيه طبعا. وطبعا الحاجات اللي بتحصل دي فبين لك قد ايه لا، الناس دي ما فيش انسانيه خالص يعني. فأتمنى لكل ده يخلص يعني، أتمنى إن الحرب تخلص والناس ترجع ليها إنسانيتها تاني، إن هم
يشوفوا الحق فعلا. ميرسي، نعم، نورتني. شكرا.